ظاهرة زي الظاهرة اللي شفناها في الدراما بتاعت مصر سوريا. احنا ما صلحوا لي انجاز ان كنت غلطان، يعني احنا مرينا مرحله في دراما مصريه في دراما سوريه، وبعدين اصبح وعمالين بقى نشتكي ونقول احنا احسن وهم يقولوا احنا احسن والكلام ده كله، بعدين هوب دخلنا في قصه ما يسمى عليه الدراما المشتركه للتسويق. يعني عناصر مصريه وسوريه في نفس الوقت، ممثلين وخلافه او ساعات مخرجين سوريين، وهو المنتج مصري ولكن بفليفر سوري، وبالتالي انت عندك الطبخه اللي تقدر تسوقها. هل انت شايف ده وارد فيما يتعلق بالطبخه المصريه السعوديه في المستقبل؟ يعني في شايف ده ممكن؟ بص، يعني انا يعني طبعا ايه اللي خلاك غلط نقط كتيره جدا، وكان عندي شويه اضافات كده على كل النقط دي، لان اغلبها يعني زي ما قلت لك مش عارف كان نناقش كل حاجه، ولو ناقشنا كل حاجه هنبقى خرجنا بره الموضوع. فهتكلم في ده ونتكلم في نقطه نقطه لما تيجي بمكانها. انا شايف ان اي توجه بيقتل الابداع، ده من وجهه نظري. يعني انا لما انا يتحط عليا معايير اذا كانت بقى رقابيه او حد جالي قال لي مثلا توجه معايا مثلا عايز نعمل فيلم مصري سعودي، نعمل فيلم مصري مش عارف لبناني، عايزك تحط لي ممثل اردني لازم، عايزك تعمل لي مش عارف. وكان في بعض الدول بتشترك كده في البيع، يقول لك انا مش هشتري بالفيلم الا لما يكون 30% من العاملين غير مصريين. انا سمعتها بودني لما كنا بنبيع افلام في دبي، قلنا لهم ساعتها يعني غير مصريين، احنا كنا مصر بنجيب فريد الاطرش وبنجيب اسمهان وبنجيب الناس مش لانهم عرب او مش لانهم غير مصريين، احنا بنجيبهم لانهم كانوا نجوم كان عندهم طاقات فنيه، فاستعنا بالطاقه او الموهبه اللي عندهم مش لانه ما بتكلمش في الجنسيه. فبالتالي مفيش حاجه اسمها من وجهه نظري ما ينفعش حد يجي يقول لي تعالى احنا عايزين نعمل فيلم لازم يكون مصري سعودي، مش عايز اسمها كده. دبي النهارده عملت ميديا سيتي وعملت وعملت وعملت، ولما جينا نصور في دبي لقينا ان احنا مش عارفين نصور غير فيلم هنيدي بتاع اللي راح عمله في دبي ده، ولانه كان فيلم بيناقش حاجه انه واحد راح فيلم سياحي كمان، يعني قصه هو فيلم جاب دبي فيلم موجه كده، فده لازم يبقى هو جبته كنجم مش جبته يعني هو مين، يعني احنا جبنا ظافر وجبنا مش عارف مين ومين ومين مش لانه سوري او لانه كذا او كذا او تونسي او مش عارف ايه، احنا جبنا الناس دي لانهم كانوا نجوم ناجحين، يعني الناس حابه شكل الفلاني، حابه الفجر الفلاني، حابه الاداء الفلاني، فجبت النهارده في زيه تونسي او توانسه او مغاربه او 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 مش ناجحين ما بجيبهمش. يعني على ان في سيناريو عندي بيقول كذا، السيناريو محتاج دور فلاني، مين انسب واحد ليه يعمله، هنرشح اسماء معينه، لو السعودي ده لايق على الدور اكتر من المصري والدور يعني عايزه المخرج اعتقد ان هو هيبقى بيروح للسعودي. طبعا هنحط في بالنا حته يعني مثلا ده اجره كام وده اجره كام واحنا ميزانيتنا قد ايه وبتاع، بس انا بتكلم لو انا فري من حته ان انا عندي اي نوع من اي قيود عليا، هقول انا عايز انسب واحد للدور سواء كان مصر، ومصر كانت كده يعني مصر زمان اعتقد كانت بتجيب على حسب اللي بيبيع، يعني مين النجم اللي شاطر اللي بيبيع لي كويس، مين المطرب العظيم اللي بيمثل كويس اللي بيبيع لي كويس. يعني انا بقول ان احنا مش مطالبين ان احنا نجيب او نستعين بنجوم سعوديين او نجوم من اي دوله عربيه عشان الفيلم المصري يتشاف هناك. ليه؟ لان السعوديين زي ما قال ايمن بيسافروا، يعني انا لما رحت دبي وشفنا السينمات 80% من الجمهور اللي قاعد سعودي، فبيقول لك احنا بننزل الافلام بتاعتكم البلوك باسترز اللي هي الكبيره قوي في الموسم اللي السعوديين بيجوا فيه او الاجازات اللي فيها للسعوديين. الجمهور الاماراتي بيشوف الافلام اجنبي اكتر، الجمهور اللبناني بيشوف اجنبي اكتر، فالسعودي جمهور بيحب يمكن يكاد يكون الجمهور الوحيد لحد النهارده متاثرش قوي بالاجنبي، بيستمتع بالفيلم المصري ان كان جودته. طبعا لازم نعمل احسن جوده عندنا، بس انا بتكلم انه بتلاقيه راح اوحش الافلام وضحك وكركر وانبسط او شاف فن عظيم او شاف مواضيع عظيمه وحب الوحيد. كل البلاد العربيه الثانيه بتحب طبعا مصر وبتحب الافلام المصري بس بنسب، ويمكن الاجيال الجديده ابتدت تتجه اكثر للاجنبي لجوده المنتج. فبالتالي طبعا جوده المنتج دي انت بتتكلم فيها دي شيء مهم جدا. والكالتشر في نفس الوقت ان هم درسوا بره. فالسعودي النهارده مش محتاج، يعني ما تفتكرش ان السعودي هيروح السينما في دبي او يروح حتى في السعوديه اكتر عشان شاف ممثل سعودي من عنده، لإلا كان فيلم واجده وفيلم مناحي وفيلم الحاجات دي جابوا اعلى ايرادات في الدول دي، لكن فيلم مناحي وفيلم واجده وفيلم الحاجات دي بينزل في الدول. شريف في 13 جميل كسر الدنيا في السعوديه وكله سعوديين طبعا، لو انت لان جودته عاليه 13 حطيتهم في عمل كوميدي هتفرقع. طب ما يا استاذ مجدي احنا عملنا كده مع هنيدي وفيلم ما نجحش، جبنا داوود حسين اللي هو كان برضه ملك المنطقه دي والفيلم ما عملش، ده اقل ايرادات هنيدي.